السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء أهلا ومرحبا بكم، يا رب تكونوا بخير. بنتكلم في حلقة النهاردة عن إن وأخواتها، وهنتعرف برضو على أنواع خبر إن. إن وأخواتها دي حروف ناسخة، كانت أفعال ناسخة، إن حروف ناسخة برضو بتدخل على الجملة الإسمية، بس عكس كان كانت بترفع اسمها، لا دي هتنصب. كان كانت بتنصب الخبر، لا دي هترفع، عكس بعض. يبقى إن بتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، المبتدأ كان مرفوع والخبر مرفوع، هنا المبتدأ هيبقى اسم إن منصوب، والخبر اللي كان مرفوع هيبقى خبر إن بس هيفضل مرفوع. طيب نتعرف على إن وأخواتها. إن وأن كأن لكن ليت لعل، نقولهم تاني، إن وأن كأن لكن ليت لعل، دي أخوات إن، دي اللي هتدخل على الجملة الإسمية. المبتدأ اللي كان مرفوع هيبقى اسم إن منصوب، والخبر اللي كان مرفوع هيبقى خبر إن مرفوع. طيب محتاج أعرف إيه هنا برضو؟ إن وأن بيستخدموا للتوكيد أو للتأكيد، كأن للتشبيه، لكن للاستدراك، ليت للتمني، لعل للرجاء أو للترجي. ناخد بقى أمثلة ونطبق الكلام اللي احنا قلناه ده، نفس المثال اللي اتكلمنا عليه في كان وأخواتها عشان نعرف الفرق، لأن هيجي في الامتحان يقولك الفلاح نشيط، أدخل على هذه الجملة فعل ناسخ مرة وحرف ناسخ مرة. يعني فعل ناسخ يعني كان أو إحدى أخواتها، يعني حرف ناسخ إن أو إحدى أخواتها. الجملة دي احنا عرضناها، قلنا إن الفلاح مبتدأ، الفلاح مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم، ونشيط نشيط خبر مرفوع وعلامة رفع الضم. برضو إن بتدخل على الجملة الإسمية، كانت بترفع وبتنصب، إن هتعكس، هتنصب وترفع، يبقى الفلاح هتبقى اسم إن منصوب، ونشيط خبر إن مرفوع، هنقول إن الفلاح اسم إن منصوب، نشيط خبر إن مرفوع. فاكر في كان قلنا إن الفلاح نشيطا. طيب نعرب إيه؟ إن ده حرف ناسخ، يبقى أقول له حرف ناسخ مبني على الفتح، والفلاح اسم إن، أقول له اسم إن منصوب علامة نصب الفتح مفرد، ونشيط خبر إن مرفوع، خبر إن مرفوع علامة رفع الضم. الموضوع سهل جدا، خلاص اتعودنا من كان وأنواع الخبر. نفس الجملة حولها للمثنى، قلنا الفلاح نشيط هتبقى الفلاحان نشيطان. وعارفين برضو الإعراب، مثنى بيرفع بالألف، مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الألف، خبر مرفوع وعلامة رفع الألف، دخل يلا عليها حرف ناسخ أي حاجة من أخوات إن. أقول بس خلي بالك، هنا الفلاحان مبتدأ مرفوع هيبقى اسم إن منصوب، هنا كان آخره ألف ونون هيبقى ياء ونون، برافو. أقول ناخد ليت مثلا اللي بتفيد التمني، ليت مش هقول الفلاحان، هقول الفلاحين، ليت الفلاحين نشيطان مرفوعة، هتفضل زي ما هي مرفوعة. ولما اجي اعرب اقول له ليت ده حرف ناسخ مبني على الفتح، والفلاحين اسم ليت، ان او احدى اخواتها اسمها بيكون منصوب، هنا الفلاحين هتبقى اسم ليت، اسم ليت منصوب، دي مثنى بينصب ويجر بالياء، يبقى اقول له اسم ليت منصوب وعلامة نصب الياء لانه مثنى، ونشيطان خبر ليت مرفوع زي ما هي، خبر ليت مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه مثنى. يلا الجمع، الفلاح نشيط، لما نيجي نجمعها هنقول الفلاحون نشيطون، جمع مذكر سالم، لو مرفوع بنحط له واو ونون يبقى مرفوع بالواو، مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الواو، خبر مرفوع وعلامة رفع الواو، جمع مذكر سالم. يلا ندخل عليها بقى برضو بنفس الطريقة، إن أو إحدى أخواتها اللي هيتغير الاسم، بدل ما كان مرفوع واو ونون هيبقى منصوب ياء ونون. اقول ناخد لعل اللي بتفيد الرجاء، نقول لعل مش الفلاحون، الفلاحين. خلي بالك لو الحاء مفتوحه هنقول الفلاحين مثنى، الحاء مكسوره يبقى الفلاحين، تبقى جمع مذكر سالم. ولما نيجي نعرب هنقول لعل برضه حرف ناسخ، حرف ناسخ مبني على الفتح، الفلاحين اسم لعل، اسم لعل منصوب وعلامه نصب الياء، جمع مذكر سالم. نشيطون نفس الإعراب، خبر لعل مرفوع، خبر لعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب جمع المؤنث السالم، الفلاح نشيط، نجمعها جمع مؤنث سالم تبقى الفلاحات نشيطات،
هنا برضو مبتدأ وخبر، وجمع المؤنث السالم بيرفع بالضمة بس بيكون منصوب بالكسرة. هنا الفلاحات مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، ونشيطات خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة. يلا ندخل عليها إن أو إحدى أخواتها، اللي هيتغير الضمة دي هتبقى كسر. بتاعة الفلاحات المبتدأ كان مرفوع بالضمة، هيبقى اسم إن منصوب بالكسرة. ناخد أن، بلاش إن، أن ما بتجيش في أول الجملة. نقول مثلا علمت أن الفلاحات نشيطات، أن برضو حرف ناسخ مبني على الفتح. الفلاحات كانت مبتدأ مرفوع بالضمة، هنا بقت اسم أن منصوب وعلامة نصب الكسرة، ودي مهمة نخلي بالنا منها. نعرب نقول اسم أن منصوب وعلامة نصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. نشيطات هتفضل مرفوعة زي ما هي، خبر أن مرفوع وعلامة رفع الضم. مثال تاني، لما أجي أقول أنت نشيط، أنت ضمير منفصل، وإحنا قلنا أي ضمير منفصل بنعربه ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، ونشيط دي خبر، خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة. لما نيجي ندخل عليها حرف ناسخ هنقول إن أنت نشيط؟ لا مش هينفع، هنقول إنك نشيط. وبرضه هنا أي ضمير بيتصل بإن أو إحدى أخواتها بيبقى اسمها، يعني الكاف دي اسم إن، واسم إن بيكون منصوب، هقول ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن. إن لوحدها دي حرف ناسخ مبني على الفتح، الكاف اسم إن وبنعربه ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن، ونشيط خبر زي ما هي، خبر إن نشيط، خبر إن مرفوع وعلامة رفع الضم. طيب لو شلت أنت ضمير المخاطب وحطيت ضمير غائب، قلت هو نشيط، عايز أدخل عليها إن، أقول مش هقول إن هو، هقول إنه نشيط. الهاء برضه هتبقى ضمير متصل مبني في محل نصب باسم إن، ونشيط هتبقى خبر إن مرفوع وعلامة رفع الضمة. كده احنا خلاص اتعرفنا على إن وأخواتها. ناخد بس بعض الملاحظات، خلي بالك إن أن زي ما قلنا أن دي مشددة عليها شد، أن ما بتجيش في أول الجملة، بس لما أجي أقول لك أن المريض من الوجع جت في أول الجملة اهي، بس دي اصلا مش من اخوات ان، ده دي ان دي فعل، ان يعني تألم، ان المريض من الوجع، ان ما بتجيش في اول الجمله. ليت لما بيجي بعدها ياء المتكلم مش هقول ليت انا، هقول ليتني، هزود النون نون الوقايه، هقول ليتني سعيد. برضو ان او احدى اخواتها لما بيجي بعدها ماء الكافه بتبطل عملها، مش بتبقى عاملة. خلي بالك إن لما بيجي بعدها ما بتبطل عملها، مش بتبقى عاملة. ناخد مثال، لما نيجي نقول إن المؤمنين إخوة، إن دي حرف ناسخ، وكلمة المؤمنين اسم إن، اسم إن منصوب وعلامة نصب الياء، وإخوة دي خبر إن مرفوع وعلامة رفع الضمة. إنما لو إن جي بعدها ما قلت إنما المؤمنون إخوة، لا هنا إن هتكون غير عاملة، هتبطل عملها، يعني مش هتنصب المبتدأ. هنعرب المؤمنون مبتدأ عادي خالص، ولكن إن موجودة. المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الواو، وإخوة دي خبر مرفوع وعلامة رفع الضم، ما عدا ليت. ليت يجوز عملها ويجوز إهمالها، يعني يجوز تبقى عاملة صح؟ ينفع أقول ليتما أو جي بعدها ما، ينفع أقول ليتما المؤمنون إخوة مبتدأ وخبر، وينفع اقول ليتما المؤمنين اسم ليتا وخبر ليتا، الاثنين صح. معلومه اخيره، لما اجي اقول ان الله لغفور رحيم، فين خبر ان؟ هتقولي ان الله، الله اسم ان منصوب وعلامه نصب الفتحه، لغفور اللام دي لام الايه، وغفور اعربها ايه، اسم مجرور؟ لا طبعا، غفور هنا دي خبر ان، اللام هنا اسمها اللام المزحلقه، ما بتأثرش في الإعراب. الله اسم إن وغفور خبر إن مرفوع وعلامة رفع الضم. خبر إن لما بيدخل عليه اللام، اللام دي اسمها لام المزحلقة، ما بتأثرش في الإعراب. خلصنا كده إن وأخواتها، تعالوا مع بعض بقى نتكلم عن أنواع خبر إن. نفس أنواع خبر المبتدأ، نفس أنواع خبر كان، لو كلمة واحدة واسم يبقى مفرد، لو فعل يبقى جملة فعلية، اسم وضمير واسم جملة اسمية، لو ظرف يبقى شبه جملة، أو جر ومجرور يبقى خبر شبه جملة. يلا تدريب، استخرج خبر الحرف الناسخ وبين نوعه، هيجيلك في الامتحان كده. خبر اللي مبتدأ، خبر اللي فعل ناسخ يعني كان أو إحدى أخواتها، خبر لحرف ناسخ يعني إن أو إحدى أخواتها. مثال لما أجي أقول ليت الشمس حرارتها منخفضة، أدي ليت الشمس اسمها
مالها الشمس؟ حرارتها اسم وضمير واسم. الهاء دي الرابط اللي بيربط الخبر بالمبتدأ، بيربط خبر ليت باسمها، يبقى حرارتها منخفضة، ده خبر وخبر نوعه جملة اسمية. مثال تاني: لعل القمر ينير المكان. القمر اسم لعل، ماله القمر ينير، دي اللي أخبرت، فعل، يبقى على طول خبر نوعه جملة فعلية. مثال تاني: علمت أنك في سفر. أدي أن أهي الحرف الناسخ، فين اسمها؟ على طول الضمير اللي لازق فيها، الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب اسم أن. إنك إيه؟ في سفر، في حرف جر وسفر اسم مجرور، يبقى الخبر هنا شبه جملة، جر ومجرور. مثال تاني: كأنك حاضر بيننا. أدي كأن، فين اسمها؟ الكاف، كأنك حاضر، كلمة واحدة واسم، يبقى نوعه خبر مفرد. إن فكرة المهندس ذكية، أدي إن، الفكرة اسم إن، مالها الفكرة؟ ما ينفعش أقول مالها الفكرة تقول المهندس، غلط. فكرة بتاعة المهندس، المهندس دي مضاف إليه مجرور. مالها الفكرة؟ مالها فكرة المهندس؟ ذكية، يبقى ذكية دي الخبر، خبر إن، كلمة واحدة واسم، يبقى نوعه مفرد. مثال تاني: لعل المذنبين تائبون. لعل اسمها المذنبين، مالهم؟ تائبون، كلمة واحدة واسم، يبقى خبر نوعه مفرد. تدريب تاني برضو على أنواع الخبر، عايزين نحول الخبر من مفرد لجملة لشبه جملة والعكس. إن الأبرار منعمون، عايزين نحول الخبر، فين الخبر؟ مالهم الأبرار؟ منعمون، كلمة واحدة واسم، يبقى مفرد. عايزين نخليه جملة، ممكن أخليه جملة فعلية أقلبها فعل، أقول إن الأبرار ينعمون. ممكن أخليها شبه جملة، أقول إن الأبرار في نعيم، عادي خالص، يبقى أنا كده حولتها لجملة وشبه جملة. مثال تاني: إن الحسنات تمحو. فعل، تبقى جملة فعلية، خليها مفرد، أحول الفعل ده لاسم، بدل تمحو أقول إن الحسنات ماحية، ماحية للسيئات. مثال تاني: إن الله رحمته واسعة. الله اسم إن، رحمته اسم وضمير واسم، رحمته واسعة، يبقى الخبر هنا نوعه جملة اسمية. لو عايز اخليه مفرد نعمل اكس، نقول ان الله واسع الرحمة. مثال تاني: لعل الدواء قوي المفعول. ماله الدواء؟ قوي، يبقى ده خبر مفرد. عايزين نخليه جملة، نقول مفعول، نعمل اكس برضو، مفعوله، لازم احط ضمير الرابط ده، اقول لعل الدواء مفعوله قوي. مثال تاني: ليت الصحراء، مالها الصحراء؟ معتدلة، معتدلة الجو، كلمة واحدة واسم، يبقى خبر مفرد. عايز اخليه جملة اقلبها فعل، ليت الصحراء يعتدل جوها، جملة فعلية. وممكن اخليه برضو خبر جملة اسمية، اعمل اكس، او ليت الصحراء جوها معتدل. الشرط علشان يبقى الخبر جملة لازم يكون في رابط، لازم يكون في ضمير. مثال اخير: ليت الاحقاد زوالها سريع. هنا الاحقاد اسم ليت، مالها الاحقاد؟ زوالها، في رابطة وفي ضمير، يبقى جملة اسمية. عايز اخليها مفرد اعمل اكس، او ليت الاحقاد سريعة الزوال. وبكده يبقى احنا خلصنا شرح ان واخواتها، وكمان انواع خبر ان، تدريب حلقة النهاردة. اقرأ القطعة كويس جدا، اعرب الكلمات اللي تحتها خط، استخرج خبر لمبتدأ، اسم الفعل ناسخ كان واخواتها، خبر لحرف ناسخ ان واخواتها، أدخل على هذه الجملة فعل ناسخ مرة وحرف ناسخ مرة أخرى، الصادق محبوب من الناس. وفي الحلقة اللي جاية هنحل التدريب ده، بتمنى أكون قدرت أفيدكم. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.